على أرض الميدان تحضيرات تسلح أو تسلح استخباراتي حشد عسكري، كل ذلك انعكاس لمعركة الشرق. أنشأت روسيا 3 مناطق إطلاق رئيسية للقتال في منطقة دونباس في بلدات بيلوغرود وفالوكي وفيرونكي الروسية، كما تحاول موسكو تحسين التنقل والقوى النارية جنوب مدينة إيزيوم ذات الأهمية الاستراتيجية بالقرب من خاركيف في محاولة لعزل القوات الأوكرانية في دونباس، بما في ذلك بناء جسر فوق نهر محلي. مجلة نيوزويك الأمريكية نقلت عن مسؤول أوروبي قوله إنهم يتوقعون هجوما كبيرا في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن أحد الأهداف المباشرة التي قد يحاول الكرملين استغلالها كنصر هو السيطرة الكاملة على مدينة ماريوبول المحاصرة على الساحل الجنوبي. فعلى الرغم من تراجع الأمال الأولية في الإطاحة بكييف، فإن الاستيلاء على جمهوريتي دونباس دوناتسك ولوغانسك سيعطي الكرملين رواية لبيعها للجمهور الروسي التي لا تزال تملك قدرا كبيرا من المعدات والأسلحة. محللون عسكريون رأوا أنه إذا حققت القوات الروسية اختراقا واستولت على البلدات الثلاث بالإضافة إلى المنطقة المحيطة بها، فيمكنها أن تنجح في تطويق الجزء الأكبر من القوات الأوكرانية في ولايتي دوناتسك ولوغانسك. لكن من أجل القيام بذلك يجب على القوات الروسية إظهار كفاءة تكتيكية أفضل، أي مناورات أسلحة مشتركة أكثر فعالية معززة بدعم لوجستي أقوى مما كان عليه الحال في المرحلة الأولى من الحرب. حسم الحرب هدف موسكو إذن، وهو ما أكد عليه نائب وزير الخارجية الروسي الأسبق أندري فيدوروف بالقول إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن ينهي الحرب مع أوكرانيا حتى الإطاحة برئيسها فولوديمير زيلينسكي. المسؤول الأسبق أضاف وفقا لما نقلت عنه نيوزويك أن بوتين لن يتراجع، سيستمر حتى يصل إلى المرمى، مؤكدا أن الشعور داخل الكرملين هو أن النصر قريب، النصر سيتحقق في الأيام المقبلة أو ربما الأسابيع المقبلة. ولكن إلى ماذا يستند فيدوروف؟ هل ربما لما كشفت عنه وزارة الدفاع الروسية من أسلحة جديدة استخدمت وحق حققت ما تقول إن استخدامه أدى إلى إعطاب الدفاعات الجوية الأوكرانية، فما هي هذه الأسلحة؟ نتابعها.